أول شيء مشرفينا ومنوريننا في بوث البحرين في قلب الرياض. طبعاً إحنا شركة بحرينية سفر وسياحة، طبعاً جايين معرض السفر الدولي في الرياض بكامل حلتنا وزينتنا البحرينية وعاداتنا وتقاليدنا الشعبية. طبعاً جايين بهاي الديكور البحريني الأصيل الشعبي، ونقدم عروض سفر وسياحة وفنادق وباكيجات داخل البحرين وخارج البحرين. شكراً. عرفي باسمك. وعد عبد العزيز من البحرين. منظمة ولا لا؟ صاحبة مكتب سفريات. شكراً جزيلاً. إن شاء الله نزور البحرين.